بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بشرح شابتر 6 من مادة OR Ignition Operating Room Technique. هذا الشابتر بيتكلم عن الـ Infection Prevention in the Operating Room. طبعا مهم جدا هذا الشابتر. هذا الوحدة بتكلم عن مكافحة العدوى ومنع العدوى في غرف العمليات، ونقصد هام بالعدوى أن تنتقل الجراثيم إلى قسم العمليات وأن تؤثر على الجروح التي تعمل والعمليات داخل القسم، مما يؤثر على إصابة المرضى بالالتهابات بعد العملية. Infection prevention in the operating room. Infection prevention بنسميها IB اللي هي اختصار IB، أو بنسمي IBC اللي هو Infection Prevention and Control اللي هو مكافحة ومنع العدوى. طبعا practices are intended for use in the all types of healthcare facilities. طبعا موضوع مكافحة العدوى هو موضوع لا يقتصر على قسم العمليات فقط، إنما هو له علاقة بكل الـ healthcare facilities، في كل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز، وأصلا كمان في حياتنا العادية واليومية. From large urban hospitals to small rural clinics. من المستشفيات الكبرى في المدن الكبرى إلى العيادات الصغرى في القرى والريف. The principles are based on the guidelines issued by Centers for Disease Control and Prevention. طبعا موضوع هذه المبادئ، طبعا في عندنا بروتوكول أو مبادئ أو توجيهات أو لوائح يجب اتباعها. هذه القواعد وضعت من قبل CDC، والCDC وهو مؤسسة مسؤولة عن مكافحة العدوى. المبادئ Principles: Consider every person potentially infectious and susceptible to infection. المبدأ الأساسي وهو ونعتبر كل شخص هو ممكن أن يكون مصدر عدوى، وممكن أيضا أن يكون قابل لتلقي العدوى كما نرى في هذه الأيام. فنحن يجب أن نتعامل مع الجميع على أنهم مصدر للعدوى بكوفيد-19، أو ممكن أن يكونوا حاملين، أو ممكن أن يتعرضوا للعدوى بنفس الطريقة. Washing hands before and after any procedures. المبدأ الأساسي في مكافحة العدوى هو غسل الأيدي، Washing hands، قبل وبعد أي عملية وأي إجراء نقوم به مع المرضى. Wearing gloves before touching anything potentially infectious and with such as. ويجب أيضا أن نلبس القفازات قبل لمس أو أي احتكاك مع أي شيء قد يعتبر مصدر من مصادر العدوى، ومثل broken skin، أي جرح أو أي مريض في عنده جرح أو في عنده قطع في الجلد أو في عنده مشكلة في الميوكاس ممبرين في الأغشية المخاطية أو البادي فلويدز أو في سوائل الجسم. Body secretions and soiled instruments. وأيضا إفرازات الجسم التي تفرز من المريض سواء كانت دم أو غيره من الإفرازات، وهي عبارة عن أماكن أو أشياء ممكن يحصل منها العدوى. Using personal protective equipment. طبعا في الموضوع الـ PPE مهم جدا، اللي هو طبعا انتشر الآن والكل صار يعرفه. Personal protective equipment نسميها الـ PPE، وهي الواقيات الشخصية. To provide barriers if splashes or spills of any blood. طبعا يجب لبس الواقيات الشخصية اللي هي طبعا الكمامة والجاون والفيس شيلد والقفازات، حتى لا نتعرض لأي splashes or spills، أي رذاذ يخرج من الدم أو سوائل الجسم أو السكريشن، الإفرازات أو الإخراجات التي
قد تكون سببا لإصابتنا بالميكروبات والعدوى. Using antiseptic agents for cleansing the skin or mucous membrane prior to surgery. طبعا يجب أن نستخدم اللي هو الانتيسيبتيك ايجنتس، كل الأشياء والمواد المطهرة التي نستخدمها لغسل أيدينا وطبعا لتنظيف الجلد والميوكس ممبرين الأغشية المخاطية قبل البداية في أي عملية جراحية surgery cleaning wounds أو تنظيف الجروح or doing hand rubs or surgical hand scrub أو ممكن نعمل hand rub اللي هو غسل اليدين بالكحول اللي هو الكحول جل نسميه hand rub أو surgical hand scrub اللي هو التعقيم الجراحي الذي ذكرناه في الشابتر السابق. Using safe work practices من المهم جدا أن نمارس ممارسات أن تكون آمنة في عملنا مثل not recapping or bending needles، يعني ممنوع أني أروح أعاود أرجع غطاء الإبرة لما أنا أعطي الإبرة أرجع غطاها إلها أو أروح أثني هذه الإبرة. هذه بعض الممارسات الخاطئة اللي ممكن إحنا تكون حد بيمارسها في الحقل الصحي وهي من الأشياء التي تسبب الإنفكشن. Safely passing sharp instrument عملية تناول ونقل الأدوات الحادة خاصة في العمليات الجراحية بين السكراب نيرس وبين الجراح and disposing sharps in puncture resistant containers وأيضا عملية التخلص disposing sharps من المواد الحادة والإبر والمشارط في البنكشر ريزيستنس كونتينرز نسميها في الحافظات تبعت الشارب بوكس اللي هي الآلات الحادة وهي موجودة في كل مؤسسة صحية. Processing an instrument and other items that come in contact with blood, body fluids, secretion and excretion. طبعا عملية معالجة لأي أدوات جراحية أو أشياء قد تكون تلوثت بسوائل الجسم أو الإفرازات من هذا الجسم. Routinely cleaning, disinfecting equipment بشكل روتيني نقوم بعملية تنظيف وعملية تطهير للأدوات و الممتلكات في القسم والأثاث وطبعا في اللي هو مكان إقامة المريض أيضا وليش نسميه الداستنج اليومي عملية التنظيف اليومية هي عملية مهمة في مكافحة العدوى. Disposing contaminated materials and contaminated waste probably وعملية التخلص من الأشياء المتسخة والملوثة بطريقة صحيحة. Proper infection prevention practices are fundamental to quality of care. طبعا عملية مكافحة العدوى ومنعها والممارسات المبنية على ذلك تعتبر أساسية fundamental for quality of care لجودة الرعاية الصحية وتكون أيضا essential to protect healthcare providers شيء جوهري وأساسي لحماية مقدمي الخدمات الصحية اللي نسميهم healthcare providers وأيضا ال patients المرضى نفسهم and communities والمجتمع بشكل عام. إذا من المهم تعزيز سبل مكافحة العدوى والممارسات المبنية عليها حتى نحمي جميع طبعا الأطراف سواء كانوا مقدمي الخدمات أو كانوا المرضى أو كانوا المجتمع ككل. Particularly in a country where the prevalence of serious infectious disease such as hepatitis B and HIV, human immunodeficiency virus is so high. خاصة في البلدان اللي بتكون فيها prevalence اللي هو معدل إصابة الناس بالهباتيتس بي التهاب الكبد الوبائي من النوع B أو من النوع C أو الناس المصابين بالإتش أي في اللي هو فيروس الذي يسبب مرض الايدز بتكون عالية. هان لازم يكون الحذر اكثر بكثير من المرات من الاماكن التي لا يوجد فيها انتشار لهذه الامراض.
Proper infection prevention practices break the disease transmission cycle. This is achieved by. طبعا الموضوع في عملية مكافحة ومنع العدوى أن الممارسات المبنية على ذلك الهدف منها عملية كسر للحلقة، حلقة انتقال الميكروبات اللي بنسميها disease transmission cycle. This is achieved by. كيف احنا بدنا نكسر هذه الحلقة حتى نحد من انتشار الفيروس او الميكروبات بشكل عام؟ وانتم بتسمعوا انه هو ايش، بدنا نعمل عملية تسطيح للمنحنى. ايش بنقصد بعملية تسطيح للمنحنى؟ انه انا باجي لعملية نقل العملية الدائرة التي تقوم من خلالها عملية انتقال الالتهابات وعملية انتقال العدوى الى الاشخاص، بكسرها في احد طبعا مراحلها، يا إما بقاوم الفيروس نفسه أو الميكروب نفسه، يا إما بقاوم عملية الانتقال، يا إما بحافظ على النظافة. وبذلك هاي معناها عملية مقاومة وكسر حلقة العدوى. Reducing the number of infection causing microorganism present. عملية تقليل الميكروبات الموجودة. Example simple hand washing, cleaning of instrument. كل ما أنا بعمل عملية تنظيف لليدين وغسل اليدين وعملية تنظيف للآلات والأسطح، أنا هيك بعمل عملية تقليل لعدد الميكروبات الموجودة، وبالتالي أنا بعمل كسر لحلقة انتقال العدوى. Killing or inactivating infection causing microorganism. عملية قتل أو تطبيط نشاط الميكروبات يعتبر شيء مهم جدا عن طريق الهاند واشنج، غسل الأيدي with a waterless alcohol preparation، عن طريق غسل الأيدي أو مسحها بالكحول، أو عملية decontamination عملية التطهير ومكافحة الميكروبات. Creating barriers to prevent infectious agent from spreading. كمان بعمل شغلة ثالثة وهي عملية استخدام الواقيات الشخصية، الحواجز التي تمنع من دخول العدوى إلى أجسامنا. هذه طبعا هي اللي هي الانفكشن سايكل، او نسميها التشين اوف انفكشن، سلسلة انتقال العدوى. طبعا بنبدأ بالانفكشوس ايجنت، في عندنا العامل المسبب للمرض او للعدوى بنسميه انفكشوس ايجنت، عامل العدوى. هذا العامل ما بيكون موجود في ريزرفار، بيكون موجود في مخزن، موجود في مكان متخزن فيه، سواء كان على الأرض، على الأسطح، على المكان، على دم مريض، في جسم مريض، فهذا بنسميه ريزرفار، هو المكان الذي يحوي هذا الميكروب. طبعا هذا الميكروب يحتاج إلى خروج، بورتال أوف إكزيت، يحتاج إلى مكان ليخرج منه، ويحتاج إلى وسيلة نقل، مود أوف ترانسميشن، سواء انتقال عن طريق مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق أيدينا أو عن طريق أجسامنا أو عن طريق العطس وغيره. portal of entry بعد ما ينتقل بده مكان يدخل فيه، بده مكان للدخول، وأيضا يحتاج إلى susceptible host، يحتاج إلى مريض يكون قادر، يكون عنده استعداد للإصابة. إذا في عندي عامل عدوى، في عندي هذا عامل عدوى بيكون موجود في مكان مخزن فيه، هذا المكان المخزن فيه يحتاج إلى مكان يخرج منه، وعندما يخرج من المكان يحتاج إلى طريقة نقل أو انتقال، لأنه الميكروب لا يتحرك لنفسه لحاله، بده أحد ينقله، وممكن يكون النقل إنسان أو حيوان، أو عن طريق الهواء. بورتال أوف إنتري بده مكان للدخول، يدخل عن طريق الجلد، عن طريق الأنف، عن طريق النفس، عن طريق الأكل، ويحتاج إلى إنسان أو عائل، عائل يعني الشخص الذي يصاب سواء كان إنسان أو حيوان، susceptible host وهو نسميه susceptible، قابل للعدوى. طبعا الشيء المهم في عملية العدوى كما نذكر هذه الأيام هو عملية الهاند هيجين. الهاند هيجين هو عملية العناية باليد وغسل اليدين، هو الشيء المهم وهو الأسهل، أسهل طرق انتقال العدوى. Before coming in direct contact with patients. متى بدنا نعمل غسل لليدين؟ قبل ما أنت تيجي تشتغل مع المريض. Before putting on sterile surgical gloves. قبل ما تلبس قفازات في إيديك لازم تكون غسلت إيديك.
أو بدك تعمل فحص للمريض after any situation in which hands may be contaminated. في أي حالة أو في أي وضع قد يكون إيديك تلوثت وأنت بتشتغل such as handling contaminated objects، يعني حملت إشي، قمت بحمل شيء ملوث، أو including using an instrument، أو استخدمت آلات جراحية، أو touching a mucous membrane، أو أنت بتفحص في المريض رحت صبت الأغشية المخاطية إله، يعني كان داخل فمه أو داخل أنفه، أو عن طريق البلد وأنت بتشتغل إجا بلد على إيديك، أو بلدي أو بادي فلويد أو أي جزء من سوائل الجسم، سواء كانت إفرازات أو إخراجات except وسويتس طبعا، وإلى عرق أيضا after removing gloves. طبعا بعد ما تشيل الجلافز أيضا كمان يجب أن تقوم بعملية غسل اليدين. هذا يقودنا إلى الكلام عن الـ Universal Precautions اللي هي الاحتياطات المعيارية العالمية لمكافحة العدوى. Although the risk of contracting HIV in the healthcare setting is extremely low، طبعا عملية الإصابة بالـ HIV اللي هو فيروس الإيدز في طبعا في المؤسسات الصحية، عملية الإصابة هي تقريبا ضئيلة جدا، فرص الإصابة ضئيلة جدا. There are other blood-borne pathogens which pose a much more significant and risk. لكن في عنا اللي هو ميكروبات أخرى تنتقل عن طريق الدم وهي موجودة في المؤسسات الصحية وسهل جدا انتقالها في المستشفيات والمراكز الصحية. الـ HIV ليش إنه صعب يكون في المؤسسات الصحية؟ لأنه الإيدز ينتقل عن طريق العلاقة غير الشرعية بين اللي هو إيه الأزواج، بين الذكور والإناث. عن طريق الجنس تنتقل، هو موضوع الإيدز ينتقل عن طريق الجنس، وقد ينتقل عن طريق الدم، ولكن هذه فرص ضئيلة جدا. The precautions should be followed to reduce the risk of exposure to blood-borne pathogens. طبعا في عنا احتياطات نسميها precautions لازم نتبعها حتى نقلل مخاطر التعرض ل الميكروبات التي تنتقل عن طريق الدم، خاصة انه احنا بنشتغل في مستشفيات وشغلنا كله دم وكانيولات وعمليات، وهذا يجعلنا معرضين للإصابة بهذه الأشياء. Universal precautions are designed to protect HCW. طبعا الـ Universal precautions الاحتياطات المعيارية أسست وعملت لحماية الـ healthcare workers العاملين في مجال الخدمات الصحية. occupational exposure and should be followed when potential for exposure might occur. طبعا يجب اتباعها بحذافيرها. universal blood and body fluid precaution should be used for all patients. طبعا الاحتياط من سوائل الجسم ومن الدم يجب اتباعها من كل العاملين في مجال الصحة، خاصة عند التعامل مع المرضى. Fundamental to the concept of universal precaution is treating all blood and body fluid as they were infected. طبعا الاشي الاساسي وانت بتشتغل مع اي مريض انه انت تعتبر اي body fluid، اي اخراجات من هذا الجسم او اي دم من هذا المريض بدك تعتبره infected، اي مصدر للعدوى معدي. ما تقولش انه هو الدم ما هو كويس ما فيش اي مشكلة، لا، اي شغلة بدك تعتبرها يعني مصدر من مصادر العدوى، وبالتالي انت هيك بتكون اشتغلت في السليم. appropriate protective measures including the following. ايش هي ال protective measures او ال protective barriers او ال PPE بشكل عام؟ هي الاشياء التالية: gloves اللي هي الكفات او القفازات، gloves لازم نلبسها قبل ال touching blood، قبل ما نصيب اي دم أو body fluids أو mucous membrane أو non intact skin، يعني لازم نلبس جلافزات وإحنا بنشتغل مع المرضى بشكل عام، وقبل إجراء أي شغلة فيها عملية احتمال الإصابة بالدم. The gloves should be changed after contact with each patient. كمان الكفات لازم نغيرها بعد العمل مع كل مريض، ما بينفعش أشتغل
مع المرضى كلهم بنفس الجلافز، بعد ما اخلص مع المريض بروح بغسل ايديا، لو بدي اشتغل مع مريض اخر بروح بلبس جلافزات اخرى. gowns or aprons، طبعا الجاون يعتبر او الابرون اللي هو الواقي النايلون للجسم، يعتبر ايضا من واقيات التي نستخدمها في حماية اجسامنا من التعرض لاي سبلاشز، اي رذاذ او اي اشياء مصابة بالميكروبات. الماسك اللي نلبسها، الكمامة على الوجه، والبروتكتيف اي وير، وطبعا النظارات اللي بنحطها على العينين عشان تمنعنا من انه نصاب باي رذاذ دروبلت من الدم واحنا بنشتغل، انه يجي في عينينا او يجي في انفنا او تمنا. نيدز اند شاربس، طبعا في عنا الابر والاشياء الحادة، المشارط وغيره، should be placed directly into sharp box، لازم نحطها في البوكس الخاص بيها، الكونتينر تبعها، بشكل مباشر ونسكر عليها. والنيدل should not be recap، طبعا هذه النيدل الإبر مش لازم نعاود نرجع الغطاء إلها، نحط الغطاء إلها، لأنه وأنا بحط الغطاء ممكن النيدل تغزني في إيدي وتكون هيك سبب من أسباب انتقال العدوى إلي، بنت أو أروح أتنيها أو أكسرها أو أقعد ألعب فيها. Number 5 hands and skin surfaces should be washed after contact with the blood and body fluids، لازم أغسل إيدي وجسمي طبعا أو أي مكان في جسمي انصاب بأي تواصل أو أي لمس لأشياء المرضى ولدمهم ولسوائل الجسم الموجود منهم. Number 6 clean up blood spills، لو في عندنا مثلا تجمع دم، في عندنا بقع دموية، كيف عملية التنظيف تبعها؟ The clean spills should be wiped up and then registered tuberculosis disinfectant applied to the area، طبعا لو كان في عندي بقع دم، البقع الدم هذه بروح هنا بحط عليها مادة مطهرة، بحط عليها كلور وبنقعها مدة من الوقت، وثم من ذلك بنعملها عملية تنظيف. 7 healthcare workers with executive lesion or weaving dermatitis، إذا كان في عندنا ممرضين أو أطباء أو عاملين في مجال الصحة في عندهم أمراض جلدية أو في عندهم التهابات في الجلد، يجب أن لا يشاركوا في أي إجراء أو جراحي أو أي عمليات أو أي رعاية مقدمة للمرضى لأنهم قد يكونوا مصدر للعدوى. Number 8 disposable resuscitation devices should be used in an emergency، رقم 8 بيحكي إنه لو أنا في عندي إشي مسميه resuscitation devices اللي هي الأدوات اللي بستخدمها في عملية الإنعاش التنفسي والقلبي، اللي طبعا بنحطها على الكمامة على طم المريض، مثلا بنعطيه نفس أو تيوب من دخله عشان نعطيه تنفس، طبعا هذه كلها disposable يعني تستخدم مرة واحدة، لازم ما نستخدمهاش طبعا أكثر من مرة في الطوارئ. occupational exposure، التعرض بالنسبة للأشخاص قد يتعرضوا بسبب أعمالهم للإصابة بالميكروبات. occupation يعني وظيفي، التعرض الوظيفي. the exposure to potentially harmful chemical physical or biological agents that occurs as a result of one's occupation، طبعا الاكسبوجر هو التعرض، انك تتعرض للاصابه harmful يعني باشياء مؤذيه، قد تكون كيميائيه او فيزيائيه او بيولوجيه حيويه، ممكن تحصل نتيجه الوظيفه تبعتك، مثلا puncture wounds الجروح الوخزيه، وانت بتشتغل توخزك الابر وانت بتعطي ابر او انت بتخيط في المريض راحت الإبرة وخزت إيدك، هذا اسمه occupational exposure. needle sticks اللي هي وخزات الإبر أو القطع أو الجروح الناتجة عن النيدل. splashes into the eyes الرذاذ اللي ممكن يجي في عينيك أو في الماوث في الفم أو في الأنف نتيجة العمل. contamination of an open wound أو التلوث من الجروح المفتوحة والصديد وغيره. When exposed to occupational exposure، إذا أنت تعرضت لأي تعرض من هذه التعرضات، إجا دم، إجا رذاذ في وجهك في عينيك، wash the area immediately with soap and water، بتروح متعامل عملية غسيل للمنطقة اللي صار فيها التلوث بشكل سريع جدا بالماء والصابون.
if splashes in the eye, إذا كان الرذال إجا في عينيك، إشي رشق في عينك أو في طمك أو في النوز، لازم تروح على المية مباشرة وتعمل عملية تنظيف بكميات كبيرة من الماء. notify supervisor، بتحكي للمشرف تبعك إنه أنا إجا في عيني دم أو إجا في عيني سائل من هذا المريض. call employee health center for information، بنكلم الشخص المسؤول عن مكافحة العدوى في المؤسسة عن هذا الموضوع وإيش الإجراءات هم اللي ممكن نتبعها. طبعا بنتكلم أيضا عن universal precautions، الاحتياطات المعيارية، وهي applied in an invasive procedure. طبعا أي اختراق لجسم المريض بنسميه invasive procedure، أي إجراء يتم فيه الدخول للجسم سواء عن الجراحة أو عن طريق النيدل بنسميه invasive، يعني في دخول للجسم. In any procedure during which bleeds occurs or potential for bleeding exists. أي عملية أو أي إجراء بداوم للمريض وبكون في عملية احتمال للإصابة، طبعا يكون في نزف أو يكون في خروج للدم من هذا الجسم، طبعا هذا يجب أن أكون في عندي احتياطات معيارية. طبعا هذا بجرنا نتكلم عن البروتكتيف باريرز اللي هي البي بي اي، زي ما انتم شايفين الجلافز. هذه الجلافز وظيفتها تقليل الكونتامينيشن، التلوث. طبعا هذه ستيرايل لاتكس اور فينيل جلافز بنسميها، وورن فور بروسيجر انفيدنج اوف بادي تيشو وين ستيرايل فيلد از كرييتد. طبعا هذه الكفات المعقمة بنستخدمها لما احنا بدنا نعمل اي اجراء معقم. في عندنا طبعا الجلافز النان ستيرايل لاتكس اور فينايل اكزامينيشن، طبعا اللي هو الكفات غير المعقمة، بتكون نظيفة كلين، اللي بتكون في باكيت 100 قطعة او 50 قطعة في باكيت واحد. هذه بنستخدمها لما انا بدي انظف او بدي اعمل عملية تنظيف او غير مثلا سطحي او شيء لا يحتاج الى شيء معقم. وطبعا في عندنا general purpose utility gloves are worn for cleaning instrument and for decontamination. في عندنا الجلافزات الموجودة تحت اللي هي بتكون أسمك من الجلافزات العادية، وهذه بنستخدمها لو بدنا ننظف أدوات أو أشياء تكون حادة أو للغسيل أو لا مثلا، زي برضه بتستخدموه الستات في البيوت للجلي. طبعا هذه بنسميها utility gloves، اسمها utility gloves اللي هي كفات خاصة بالغسيل. هذه cleaning gloves للإجراءات الجراحية التي لا تحتاج إلى تعقيم، نسميها latex gloves أو non-sterile latex gloves. The gloves are changed after every contact with the patients or contaminated items. طبعا الكفات لازم نغيرها بعد أي إجراء أو أي تواصل مع المريض وبعد أي إجراء تقوم به. في عنا أيضا كمان الماسك. الماسك بتحمينا من العدوى، بتحمينا من السبلاشز، بتحمينا من البادي فلويدز، من الدروبلتس. الاي وير كمان، الاي وير او الفيس شيلد، هذا الغطاء اللي بيجي على الوجه البلاستيكي، او النظارات برضه عشان تحمينا من الرذاذ. وفي عندنا كمان الجاون المريول الازرق اللي بنلبسه عشان يحمي اجسامنا، وممكن نلبس اشي بنسميه ابرون كمان اللي هو قطعة نايلون زي هذا اللي لابسه هذا الشخص، وطبعا هذا برضو أيضا للحماية من الميكروبات. Prevention of puncture injuries، كيف أنا بدي أمنع اللي هو الإصابات بالإبر؟ هاي هذا حاطط إصبعه، وطبعا نيدل لابس جلافز وحاطط النيدل في إصبعه. طبعا هذا هو بيشتغل ممكن يصاب بالنيدل، وهذا ممكن يكون سبب من أسباب العدوى. وإذا أصاب الشخص بالعدوى قد يصاب بمرض مثلا كبد وبائي أو غيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، وبذلك يصبح حامل للمرض وهيك بصير عنده مشكلة كبيرة جدا. Example needles، إيش اللي طبعا puncture injury، بإيش الإنسان ممكن يصاب؟ needles، إبر، knives، مشارط، blades and sharp، أشياء حادة، أدوات حادة نستخدمها خاصة أنتو في العمليات. المبدأ عندنا don't manipulate by hand، يعني ما تلعب بالأشياء الحادة بإيدك. use an instrument to attach blade to a knife handle، يعني وانت بتشتغل بالمشرط ما تمسكش المشرط بإيدك مباشرة وتدخله في
الهاندل تبعته، الايد تبعته، يعني امسكه عن طريق فورسيبس، عن طريق آلة تانية، وبتدخله عشان ما يكونش في إمكانية لإصابتك. لما بدك تناول النيدل، ناولها باص نيدل، يعني نيدل هولدر. لو أنت بدك تعطي الإبرة اللي بده يخيط فيها الجراح، تعطي له إياها على ماسك الإبرة مش مباشرة بدون شيء. Don't bend or break injection needle. ممنوع تكسر أو تثني الإبر اللي بتستخدمها في الإنجكشن. Sharp instrument and needles may be passed on a tray rather than from hand to hand. طبعا الأدوات الحادة، النيادل، يعني ممكن أحسن نحطها على تري، على صينية ننتقلها، عشان الشخص التاني يتناولها من الصينية مباشرة، أحسن ما أعطيله إياها إيد بإيد، لأنه هيك ممكن تكون إصابة أعلى. ممنوع تعمل ريكاب للإنجكشن نيدلز، إنك ترجع إيه، ترجع الغطاء إلها، لأنه أنت بترجع الغطاء ممكن تضرب إصبعك وتصيب نفسك وتصبح إيه، مصاب بالمرض. Don't remove needle from disposed syringe after say use. وبعد ما تعطي النيدل والسرنجة، خل ارمي السرنج والنيدل مع بعض، ما تعملش إزالة للنيدل من السرنج. Place all used blades on a needle in sharp box. طبعا هذا sharp box، كل نيدل بستخدمها، كل اشي حاد برمي في هذا الشارب بوكس، وطبعا بنسكره. هذا الشارب بوكس طبعا بنستخدمه لمدة اسبوع وبنسكره، ويعني وبنرميه في المكان المناسب له عشان نتخلص منه ويتم حرقه. Oral procedures، يعني لو بدنا نعمل مثلا عملية تنفس صناعي. Mouth protection, resuscitation bag and other ventilation devices should be available for emergency mouth to mouth resuscitation. طبعا هذه الأشياء كلها اللي احنا بنستخدمها هي أشياء بنسميها disposable، يعني هذه زي هذه، هذا إشي disposable، يعني بعد ما استخدم المريض بيتم التخلص منه، ما بستخدمه بين كل مريض ومريض آخر. Care for specimen، كيف أنا بدي أعتني بالعينات اللي بتخرج من جسم المريض وإحنا بنشتغل، بقول لك خذ هذه عينة. ايش هو تعريف السبيسيمين؟ هو anything surgery removed from the patient، اي شغلة بياخدها الجراح من المريض وهو في العملية. it may include bone، ممكن تكون عظام، ممكن تكون انسجة وخلايا من الجسم، ممكن تكون اجسام غريبة، سرطان غيره، تيومر، ورم. طبعا لما اخذ الشيء هذا لازم اعمل الكب، احطهم في كب، هذه اسمها كب، اللي هي كوباية بنحط فيها الإشي اللي بدنا نوديه على العينة، بنعمل عليها ليبل، نحط عليها بلاسترة ونكتب اسم المريض وش المكان اللي أخذنا منه حسب سياسات المؤسسة. طبعا بنحط العينة في كونتينر مناسب إلها ويكون واسع عليها، وبنحط عليها طبعا اللي هو مادة الفورمالين عشان عملية الحفظ. Usually 10% فورمالين، فورمالين 10%، يعني نحط فورمالين 10% for routine specimen. All specimen of blood body fluids and tissues should be contained at laboratory cup. طبعا كلهم بنحطهم في الكوباية تبعت المختبر، كوباية المختبر، وبنبعتها للهيستوباثولوجي اللي هو مختبر الأنسجة. طبعا في عنا شيء بنسموه decontamination، عملية تطهير وتنظيف الآلات اللي احنا بنستخدمها زي الأشياء اللي شايفينها أمامنا. كل الانسترومنت، الانسترومنت يعني الآلات، must be thoroughly cleaned before sterilization، لازم أنا أنظفها وأغسلها بالماء قبل تعقيمها، وتنظيفها بال high level disinfection، بمطهرات عالية المستوى. Surfaces of furniture and floors are cleaned and decontaminated. الأسطح، أسطح الأشياء اللي بنستخدمها، أسطح السراير، الطاولات، الأرضيات، كلها لازم تتنظف، تتمسح من أي دم أو أي مخلفات بعد العملية، وتتطهر بمواد مطهرة بنعملها decontamination. هذه صورة اللي هو طبعا إشي بنسميه لارنجوسكوب، اللي هو اللارنجوسكوب هو منظار للحنجرة، وبنستخدمه عشان ندخل أنبوب للقصبة الهوائية، لازم يكون نظيف ومعقم قبل إدخاله إلى فم المريض. وهذه كمان اللي هي بنسميها إيروي، اللي
عشان تحفظ فم المريض مفتوح وما يصيرش عنده اي اختناق. اللاندري الغسيل طبعا سوليد لين شود بي هاندلد از ليتل از بوسيبل. طبعا الغسيل الوسخ بعد ما نخلص منه لازم نحط فيه الاكياس الخاصة به، ومن ثم يربط ويبعث الى المغسلة وسط بلاد اند ساكشن. واحنا بنشتغل ممكن يكون في عندنا هذا البوتل تبع ساكشن تبع جهاز الشفط، واحنا بنشتغل شفطنا دم كتير، والدم هذا لازم نخلص منه في مكان خاص، منفعش نكبه في حوض التعقيم او نكبه في المغسلة نغسل ايدينا عليها، لازم يكون له سيفون خاص به بنكبه فيه عشان يروح على المجاري وما يعملش اي تلوث لقسم العمليات. hand washing following every contact with patient. المبدأ تبعنا انه لازم تغسل ايديك بعد اي اصابة او اي تواصل مع المريض مباشرة، او blood and items، سبت blood سبت items سبت طاولة سبت مريض فحصته عملت له غيار، بعد ما تخلص منه مباشرة لازم تروح المغسلة وتغسل ايديك. وهيك احنا بنضل بدينا الشابتر بالهاند ووشنج ونهيناه بالهاند ووشنج، يعني المغزى انه اهم شيء في عملية مكافحة العدوى هو غسل الايدي. ونتمنى لكم السلامة جميعا، والى لقاء في محاضرة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.